البداية ستكون بأقدام عاصمية وللمولودية، لأن النصرية أيضا عاصمية. وقاسم مادي بأول كرة لصنع المولودية، طويلة أمامية ناحية عبد الرحمن عشود، ولكنها تقطع في نهاية المطاف فعلا بقسمه، وتتعول إلى هجمة معاكسة سريعة للنصرية. الآن قسم انطلق من هناك، معزول يعتمد على المهارة الفردية، مرة قسم الخطورة ماذا ضيعت النصرية في هذه الكرة؟ ماذا ضيع بن علجية في هذه الكرة؟ هكذا روغ، ماذا قدم لبن علجية؟ غازي ممتازة لقاسمي، بالعقب لغازي مرة أخرى، انطلق غازي، قاسمي من دون انتظار، والتوزيع محاصر، لاعب من المولودية أمام ثلاث عناصر من جانب النصر، يعني الخطورة صعبة، أول تسديدة وأول محاولة من جانب مولودية الجزائر، عواج يبحث عن التوسيع، أرضية خطيرة صعبة للمولودية، صعبة وجانبية، جانبية هذه الكرة من زغدان. كيف سينفذها زغدان؟ طائرية داخلة، لا زالت الخطورة فيها الخطأ. ولا تسديدة من بعيد وجانبية، وخطورة صعبة، المولودية تطالب بضربة جزاء عربية كله، والكرة لا زالت خطيرة، وإلى التماس، لا لم تخرج إلى التماس، لا تخرج إلى التماس، الإعادة، التسديدة، لا 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 لا، هنا هشام سكريني يقول لك تحت الإبط، بعد هذه الركنية خطيرة، شاوشي ينقذ المولودية، شاوشي ينقذ المولودية من فرصة كبيرة، قسمي عدو الكرة، أي تمريرة، ماذا ضيعت النصرية؟ ضيع هشام بطريقة غريبة جدا، صورة جميلة جدا لهذا المناصر الصغير. إلى هنا إذن مشاهدينا الكرام.